بالنسبة للدورات التدريبية اللي بتقدموها الجامعة، ما بقولش لإيه؟ لإيجاد الكفاءة، لا، لرفع الكفاءة، الكفاءة موجودة، لكن رفع الإيه؟ الكفاءة، لكن إحنا عندنا منهج وأسلوب في حكاية الدورات التدريبية، أسلوب الإيه؟ الأواني المستطاقة. يعني إيه الأواني المستطاقة؟ ما ينفعش مثلاً سين من الناس أنا عايز إيه؟ أروح أدور في نظم الامتحانات، وأروح أدور في القيادة الإيه؟ الناعمة، وأروح أدور في الفساد الإداري، وأروح أدور لا، معنى ذلك انا مش ممكن هدي الناس دي كلها الدورات ولا بعد 100 سنة. فبنعمل نظام الاواني المستطاقة ازاي؟ 25 دول هناخدهم ياخدوا دورة في القيادة الناعمة، خلاص، و25 ناخدهم دورة في نظم الامتحانات، 25 في التصحيح الالكتروني، 25 نوديهم في الفساد الاداري. ومفروض ان احنا نعمل ايه بقى؟ ان كل واحد من المجموعات ديت يجي ويعمل يحصل تبادل فكري وثقافي، ان ايه؟ يوصل المعلومات للايه؟ للاخرين كانهم ايه؟ حضروا. ازاي؟ انت كنت فين هذا الاسبوع اللي فات؟ ده انا كنت في دوره في الفساد الاداري، ايه خدت في انا كذا 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 كذا، يبقى كاني انا ايه؟ حاضر. طب وانت كنت فين قبل كده؟ ما شفتكش، احنا كنا بناخد دوره في نظم الامتحانات. طب ما اتعلمنا نظم الامتحانات ايه المقصود بالدوره دي، التصحيح الالكتروني ايه المقصود بالايه بالدوره دي. يعني بالصوره دي يحدث ايه؟ تكامل، نقدر ننقذ او نقول ايه؟ انقاذ ما يمكن انقاذه في اقل وقت. لكن لما يجي بعض الناس ويزعل مني، حضرتك ما رشحتنيش للدوره الفلانيه، طب ما حضرتك كنت في الدوره كذا كذا، انا عايز اخد الدوره دي. لا، ما انا ما اقدرش ان انا ايه؟ واحد بس او مجموعه معينه زي ما بيقولوا هي اللي على الحجه، ده غلط. ولذلك حتى بنراعي تناسب الدورة مع الفئة المستهدفة. ازاي؟ الدكتور غانم مثلا والدكتور رضا معانا رئيس، كان في دورة في الرقابة الإدارية بعنوان الفساد الإداري، ليه حضرتك ما رشحتناش وكذا وكذا وكذا؟ ما انت لازم تعرف ايه؟ فلسفة رئيس الجامعة في اختيار المجموعة دي. أنا دلوقتي دي دورة في الرقابة الإدارية عن الإيه؟ الفساد الإداري. من اولى الناس ان يحضر الدوره دي الناس اللي بتتعامل في المناقصات والمزايدات والممارسات والايه والصيانات والتكهين وكذا وكذا، وكل شويه ايه شيره. مين اللي بيشتغل في الحاجات دي؟ ناس ماسكه مستشفى، كليه طب بنين، كليه طب بشري، كليه اسنان، واخد بالك؟ الناس دي يبقى دول ايه الاولى بيها. الله، بس حضرتك رشحت عميد كليه التربيه، ده نظري زينا. لا، بس التربيه تميزت عن الباقين ان عندها التاهيل التربوي، والتاهيل التربوي على مستوى الجمهوريه، وفي تحصيل رسوم، وفي ايه اعطاء مستحقات، وفي كتب، وفي يبقى في ايه تعامل. طب ما حضرتك برضه رشحت الدكتور سيد مرجان وكليه الشريعه والقانون، ما انا قلت ان في واحد يمثل كليات الحقوق عشان يعرف الفساد الاداري. والاسبوع القادم انا عامل ايه؟ اجتماع مع كل الساده المحققين على اساس عايزين ايه؟ اولا توحيد في معايير التحقيق، نمرة اثنين عضو هيئة التدريس ده زميلك لما تحقق معاه ما تتحققش معاه على انه متهم، حضرتك لا، تحقق معاه على انه ايه؟ الدكتور سيد مرجان راح الدوره دي، انا عايز بقى يفيد الناس دي كلها، كان كل واحد انا مش هقدر اودي، انا عندي 20 محقق، مش هقدر اودي ال 20 الايه الدوره دي، الدوره دي بياخدوا 10 كل سنه. يعني معنى زي معنى 10 كل سنه، لو انا عندي 17000 عضو هيئه تدريس في معاونه، احسبها بقى على ايه؟ كل سنه 10 نعملها على كم قرن. يبقى لما نتبع اسلوب الاواني المستطاقه دوت اللي نقدر نقول عليه انقاذ ما يمكن انقاذه.